السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعينا الكرام. عندي لكم اليوم هم قصة قصيرة وحلوة. قبل تقريبا 20 يوم اجاني صديق وجايب لي ويا زميلة يشتغل كمدرس، مواليد 76، وزنه 88، طوله 1.77 متر، يعني مبين عليه رياضي. قبل كان يلعب كرة قدم وصاير عنده مشاكل بالركب وكذا هالسوالف هاي. زين شنو مشكلتك اخي هسه؟ قال والله عندي آلام بالظهر بالجهة اليمنى وتنزل على الورك وعلى يعني تنزل على العضلة الخلفية مال الدمك وتنزل على الرجل اليمنى من الخلف فقط في الفخذ من الأعلى خلف. قلت له إيه؟ شرحت له شنو ممكن يكون، فحصته بالوقوف، قعدت على الجهاز، كشفنا الخلل الحركي. قلت له جيب لي الأشعات مالتك خلي أشوف بالوقوف. طلع عنده فرق بطول الأرجل تقريبا يطلع 7 ملم، وعنده عوجاج من 9 درجات، يعني يدخل ضمن الحالة الفسيولوجية اللي احنا نحكي بيها، اللي الطب الكلاسيكي ما مسوي لها كواليفيكيشن كمرض. فالتقرير مالته شقرة، كل شيء مبي، كل شيء نورمال. احنا مثل ما نحكي نقول 84% من مشاكل العمود الفقري هي فسيولوجية، اي غير مرضية. توجد آلاف البحوث اللي سبقتنا تقول the unspecific lower back pain، يعني ما معرف لا بفطريات ولا بفيروسات ولا ببكتيريا او اجسام حية. اذا تسمى في علم المفاصل septic inflammation، يعني ارتخاء الرباطات باللغة العامية، أو ارتخاء العضلات أو ضعف العضلات، يعني شغلة ما جاية بسبب مرض وإنما بسبب إعاقة معينة. فالرجل إجاني، سويت له الجلسة الأولى، ورا الجلسة الأولى إجاني يشكي. قلت له ليش أخي؟ أنت التزمت بالتعليمات اللي قلت لك عليها، لبست الدبان، سويت الكذا. قال لي لا والله أنا صعدت الدرج الثاني، ذبيته وكذا، تخربطت. قلت له أخي بالحرف الواحد، أنا أحبك وأحب أخوي اللي جابك وأهلا وسهلا بكم، إذا أنت ما تلتزم بالتعليمات اللي أقول لك عليها لا تطالبني بنجاح، أرجوك التزام أو لا تجيني، لا تزعلون عليه، لأنني ما أريد أخليك تجيني وتصرف فلوس وتتعب وكذا وبدون نجاحات. وعدني أن يلتزم. شوفوا أخوان الالتزام شي يسوي، احنا عرفنا وين المشكلة، هسه يبقى التطبيق، الحكي بالتطبيق. انا اليوم عرفت وين الخلل، هسه لازم اطبقه. قلت له من هسه تلبس دبان، جبت له دبان، لبست هي على مود نشيل الفرق بطول الارجل، وبديت اشتغل على العمود الفقري. اليوم كانت الجلسة الرابعة، يعني 3 جلسات الاولى قدرنا نخلص العمود الفقري من هذا التمدد بالرباطات اليمين واليسار. اخي احكي لي شلون وضعك؟ قال لي والله العظيم الالتزام هو كان سبب النجاح. قلت له ها خوش اخبار هاي شنو؟ قال ب3 جلسات انشالت من عندي 70% من الالام. قلت له شفت، الالتزام هو اهم شيء. انت اليوم المساله افتهمتها بالرياضيات، بس الحل مالها يحتاج تطبيق. هسه انت طبقت، انت التزمت، اصلا النجاحات اجتك اسرع من ما احنا متوقعين. هسه نستمر احنا وانت استمر بالالتزام، لان الالتزام بالتعليمات هو تطبيق فهم السؤال على مود تنجح. فانت استاذ واحنا نتعلم منكم، كاد المعلم ان يعني يكون رسولا، بس احنا هماتين نتناغم وياكم بما احنا تعلمناه منكم اساتذتنا الاعزاء. فالالتزام بالتعليمات بعد فهم السؤال هو التطبيق والحل اللي راح يخلصك من المشكلة. وإحنا فرحانين ب3 جلسات أنت قدرت تخلص من 70% من الآلام، هذا دليل على أنه إحنا 7 إلى 8 إلى 9 جلسات راح نشيل لك المشكلة من جذورها، وأنت فرحان وإحنا فرحانين، لأن إحنا جايين نساهم بسعادة المجتمع، لأن حضرتك أستاذ تدرس أنت بالمدرسة، أنت راح تكون قدوة ناجحة للآخرين وتستفاد من هاي التجربة، لأن إحنا كنا نستفاد من تجارب الآخرين. فأتمنى أنه هاي التجربة تساعدكم في تحليل المشاكل اللي توقعون بها، وشلون تلقولها الحلول، وشلون تلتزمون بحلها. تقبلوا تحياتي وفاق احترام وتقديري، أخوكم عدنان السمرمل، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة بـ HD Health Sciences Atlantic International University.